السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك عبد الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت انا بس كنت عاوز اسال اتفضل حضرتك. انا كنت بتعامل مع تاجر وبشتري منه بضاعة وكده، فالراجل غلى عليا السعر وقال لي ده السعر كله في السوق غلي وكده. انا قلت والله العظيم ما اتعامل في الحاجة دي تاني، ما اتعامل ما اشتريش منه تاني ولا اتعامل في البضاعة دي تمام. فبعدين لقيت نفسي الناس برضو بتطلب الحاجة، فهل الحلفان اللي حلفته ده يعني ليه كفارة؟ الحلفان اللي حلفته ليه كفارة؟ أنا قلت والله العظيم ما أنا مشتري المنتج ده طالما غلي رفع، أنا كنت ببيع له حاجة والحاجة كان بتتباع شغال بيع على ما شاء الله. هو ليه الدنيا شغالة وببيع علي عليا السعر علشان أنا أعلي على الناس؟ ممكن تكفر عن يمينك وترجع للعمل. يعني أصوم طيب ولا أطلع صدقة؟ لا، تطعم 10 مساكين إن عجزت صمت 3 أيام. 10 مساكين أو 3 أيام؟ لا مش أو، إن عجزت عن 10 مساكين صمت 3 أيام. ماشي يا شيخ، شكرا. الله يكرمك، حبك الله يا محمود أبو حمزة.